أهلا بكم. تستضيف جنيف اليوم لقاء ثلاثيا استشاريا يضم الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن روسيا والولايات المتحدة لبحث التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2. وقالت المتحدثة باسم الإبراهيمي إن الاجتماع سيبحث نص الدعوات التي ستقدم للمشاركين في المؤتمر هذا، وسينضم إلى المشاورات الثلاثية لاحقا باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ووفود من الدول المجاورة لسوريا وهي الأردن والعراق ولبنان وتركيا. وسيشارك من الجانب الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ميكاييل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية جينادي غاتيلوف، فيما سيترأس الوفد الأمريكي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان. وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أعلن أن الحكومة لن تذهب إلى مؤتمر جنيف 2 من أجل تسليم السلطة كما يتمنى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وبعض معارضي الخارج، واصفا إياه بالدبلوماسي الخائب. وقال الزعبي إنه لو كان الأمر كذلك لسلمت سوريا السلطة في دمشق، وأضاف إن ما سيحصل في المؤتمر هو عملية سياسية ولن يحصل تسليم للسلطة أو تشكيل لهيئة حكم انتقالية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن أنه لا يمكن حل المشاكل التي تواجهها سوريا مع بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السعودي سعود الفيصل في الرياض، أشار كيري إلى ضرورة منع حزب الله من تحديد معالم المستقبل في لبنان. أما الفيصل فرأى أن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 تقدم فرصة للسلام. حسن حجازي والتفاصيل. حملت جون كيري محصلة جولته في المنطقة وحط بها في الرياض. مهمة وزير الخارجية الأمريكي تركزت على إقناع المملكة السعودية بالموافقة على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. أسمع جون كيري المسؤولين السعوديين الغاضبين من مواقف واشنطن الأخيرة تجاه الأزمة السورية كلاما يوافقون عليه، وفي الوقت نفسه لا يضر بالقواسم المشتركة التي توصل إليها مع الأطراف الأخرى. أعاد كيري التذكير بدور بلاده في حماية حلفائها وعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة دمار شامل ومنع حزب الله من تحديد معالم المستقبل السياسي في لبنان واستبعاد الرئيس السوري من المرحلة المقبلة. لا يوجد أي اختلاف فيما يتعلق بأهدافنا المتفق عليها حول سوريا. قلت دائما الأسد فقد شرعيته وعليه أن يتنحى، ويجب تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا تسمح بفرصة للسلام. الكلام الأمريكي في الرياض لاقاه وزير الخارجية السعودي بموقف أراد من خلاله إظهار عدم وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين حول الملف السوري. كلانا نتفق أن الغرض من مؤتمر جنيف 2 هو تطبيق اتفاق جنيف الأول، وبالتالي نتفق أنه لم يعد هناك مكان لبشار الأسد، ونتفق أن ممثل الشعب السوري هو الائتلاف المعارض. بكل الأحوال نجاح كيري في تغيير موقف السعودية إن حصل قد يسهل مهمة اللقاء الأمريكي الروسي الأممي المرتقب لوضع مؤتمر جنيف على سكة الانطلاق. وردا على تصريحات كيري ضد حزب الله، رفض وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في نشرة سابقة مع الميادين فرض إملاءات خارجية على لبنان، وقال إن مستقبل هذا البلد يقرره اللبنانيون. أود القول أن السياسة الداخلية في لبنان ومعالم مستقبل لبنان يقررها اللبنانيون فيما بينهم من خلال مكوناتهم السياسية وقناعاتهم الوطنية ومن خلال اللعبة والحياة الديمقراطية، ولا تقرر هذه السياسة من الخارج. فالإملاءات الخارجية أثبتت على الأرض أنها لا تخدم لبنان ولا تعمل على وحدته واستقراره، بل على العكس تزعزع أمنه. وليس هناك على الساحة اللبنانية من يدعي أنه يريد لوحده أن يستأثر ويحدد معالم المستقبل للبنان. في المواقف الدولية من الأزمة السورية، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل في سوريا لا يكون إلا بالحوار السلمي وبمساعدة من القوى المحلية والإقليمية والدولية. وأكد المندوب الصيني الذي يرأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر أن بلاده تساعد على تخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية وعلى وقف الصراع الدائر في البلاد. الصين سعيدة بأن تؤدي دورا، وخبراؤنا يساهمون في عمل وكالة حظر الأسلحة الكيميائية وفي بعثات الأمم المتحدة المشتركة، كما أننا سعداء بالمساهمة ماديا في عملية التخلص منها. لكن المسار الثاني المهم بالقدر نفسه هو مؤتمر جنيف. إنه المخرج الوحيد لما يجري في سوريا، وباستثناء الحل السياسي ليس هناك أي حل آخر.
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية 3 عناصر من التيار السلفي لتقديمهم الدعم لجبهة النصرة في سوريا. قيادي بارز في التيار أشار إلى أن هؤلاء كانوا ينوون الذهاب إلى درعا جنوب سوريا للمشاركة في القتال ضد الجيش السوري. من جهة ثانية، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نحو 40% من السكان في سوريا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم منسقة الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية أن الوضع الإنساني في سوريا يتدهور سريعا وبشكل. تعثر الحوار الوطني في تونس ولم تتمكن المحادثات التي استمرت عدة أيام بين المعارضة والترويكا الحاكمة من تجاوز الخلافات والاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض. اصطدمت مطالب كل طرف برفض الفريق الآخر، ما أدى إلى فشل الحوار وإرجائه إلى أجل غير مسمى. إلى أجل غير مسمى علق الحوار الوطني في تونس. فشل المشاركون في التوافق على تسمية رئيس للحكومة. شروط عديدة حالت دون التوصل إلى حل، أبرزها تمسك حركة النهضة بأحمد المستيري مرشحا لرئاسة الحكومة. رئيس الحركة الحاكمة في تونس راشد الغنوشي أكد أن لا بديل عن المستيري. لا نرى بديلا في مستوى السيد أحمد المستيري. النهضة قبلت أن تنقل السلطة عبر الحوار، عبر الوفاق. من أجل ماذا؟ من أجل ضمان سير البلاد نحو إجراء انتخابات حرة نزيهة لا يشكك فيها أحدا. جبهة الإنقاذ حملت الترويكا وحركة النهضة مسؤولية عدم التوصل إلى حل توافقي. القيادي في جبهة الإنقاذ والمتحدث باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي أكد أن أحزاب المعارضة قدمت العديد من التنازلات. بالرغم من ذلك تتعنت الترويكا الحاكمة في اختيار رئيس الحكومة بحسب الهمامي. تعدينا، اقترحنا عليهم، حتى الرباعي اقترح عليهم، هات نتجاوزوا الزوز أسماء هذاما. نتجاوزوا سي الاسم تاع سي محمد الناصر وأحمد المسيري ونشوفوا البقية. وعلى بالنسبة لهم هما المقترح نتاعهم اللي هو ترشيح السيد أحمد المستيري بالنسبة لهم يلزم هو اللي يتعدى. الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي هدد بالكشف عن الطرف المعطل في حال عدم العودة إلى الحوار. العباسي أكد التمسك بالحوار واحتمال تقديم بعض الأسماء القادرة على ترأس الحكومة، كما حذر في حال فشل الحوار من عواقب وخيمة على البلاد. وسط هذه الأجواء هاجم التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للإخوان المسلمين، هاجم السلطتين السياسية والقضائية في مصر داعيا إلى المشاركة اليوم في تظاهرات داخل البلاد وأمام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وذلك دعما للرئيس السابق محمد مرسي. وحيا التحالف في بيان ما عده صمود مرسي الذي وصف بالرئيس المختطف في وجه الإنقلابيين وأمام قضاة الإنقلاب. وثمن التحالف خروج الملايين الداعمين لمرسي بالتزامن مع بدء محاكمته التي وصفها بالباطلة. رأى التحالف أن رفض مرسي إجراءات المحاكمة وإصراره على ارتداء الزي الرسمي ضاعف من شعبيته. نقل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى سجن برج العرب في الإسكندرية بعد تأجيل محاكمته إلى 8 يناير كانون الثاني المقبل بتهمة قتل المتظاهرين. محكمة جنايات القاهرة رفعت الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة مرتين بسبب مشادات وهتاف مرسي داخل القاعة يسقط حكم العسكر ورفضه ارتداء زي السجن الاحتياطي. هي الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من المتهمين في أحداث قصر الاتحادية. مرسي ظهر للمرة الأولى منذ عزله في 3 يوليو خلال دخوله قاعة المحكمة بهيئة جيدة. رفض الرئيس السابق ارتداء الزي الأبيض المخصص للمسجونين احتياطيا وتمسكه ببزته المدنية أديا برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعدما طالبته هيئة الدفاع عن مرسي بتمكينها من مقابلته. احنا طلبنا من المحكمة ان تمكننا من الاتصال والجلوس مع الدكتور محمد مرسي، والمحكمة طلبت فريق مكون من الدكتور سليم العوة وانا والاستاذ توسن والاستاذ اسامة الحلو. تقابلنا مع المحكمة في غرفة المدولة وصرحت لنا بالمقابلة. محيط المحكمة شهد حالة من الفوضى بسبب تركيز مؤيد الرئيس السابق على محاولة استفزاز قوات الشرطة المكلفة تأمين المحكمة أكثر من مرة.
وكيلهم الشتائم للشرطة وقادة الجيش. دكتور مرسي، لو هم عندهم أدنى شك إن مرسي مدان كانوا عملوا الحكمة على الهواء، عشان هم ما يقدروش يجيبوا المحاكمة على الهواء. فين مرسي؟ فين؟ إحنا شفناه؟ حد سمعه؟ أنصار الرئيس السابق لم يكتفوا بالتظاهر في محيط المحكمة بأكاديمية الشرطة، بل حاصروا أيضا المحكمة الدستورية العليا وقطعوا الطريق أمامها احتجاجا على المحاكمة، كما نفذوا ما فعلوه تماما أمام دار القضاء العالي بشارع رمسيس. محاكمة بطلة بإذن الله، وبندعي له ربنا يثبته. هو أسد بإذن الله، أسد، هو مش جبان، مش هيخش زي مبارك على سريره ويعمل نفسه مستموت وهو سابغ لنا شعره، لا، ده مش جبان، ده راجل قوي إن شاء الله بإيمانه بربنا. الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي انتهت بقرار رئيسها بنقله إلى سجن برج العرب في الإسكندرية بمروحية عسكرية، وبنقل باقي المتهمين إلى سجن درة. على الرغم من أن الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إجرائية، إلا أنها حظيت باهتمام كبير وبإجراءات أمنية مشددة وضخمة، وذلك بسبب التخوف من اندلاع أعمال عنف بالتوازي مع انعقادها، لتتجه أنظار الجميع بعد ذلك إلى ثاني جلسات المحاكمة التي حددتها محكمة الجنايات في 8 يناير القادم. محمد العارف، القاهرة، الميادين. في ليبيا أصيب قائد كتيبة نصور مصراتة وقتل مرافقه في تبادل لإطلاق نار في العاصمة طرابلس. وكالة رويترز ذكرت أن أصوات إطلاق نار كثيفة سمعت في العاصمة الليبية، ونقلت عن مصدر بميليشيا مرتبطة بالحكومة أن قتالا نشب بين ميليشيات في المنطقة سوق الجمعة شرق البلاد. وإلى العراق، حيث قتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين في سلسلة هجمات استهدفت أنحاء مختلفة من البلاد. مصادر أمنية قالت أن معظم الهجمات نفذها انتحاريون واستهدفت موظفين حكوميين ومراكز للشرطة في بلدة الشرقات شمال بغداد وتكريت وكركوك والموصل. وفي العراق أيضا، أقر مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات البرلمانية بكامل فقراته، وأصدر نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي مرسوما حدد فيه 30 من شهر نيسان أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب. لجنة الداخلية التابعة للكنيسة بحثت في جلسة صاخبة ما يسمى صعود اليهود إلى جبل الهيكل والصلاة فيه، ما استدعى انسحابا للنواب العرب احتجاجا على هذه الخطوة، مطالبين الدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات مناسبة دعما للقدس. نقاشا حادا شهدته لجنة الداخلية التابعة للكنيسة في بحثها مسألة السماح لليهود بالصعود والصلاة في باحات الأقصى. النواب العرب من كافة الكتل البرلمانية العربية انسحبوا احتجاجا. الجلسة لم تكن سوى مسرحية لفرض المساعي اليمينية بتغيير الوضع القائم في المسجد كما قالوا. لأن الجلسة حقيقة رأيناها أنها وكأنها مسرحية خالية من الجوهر، خالية من المضمون. هي الجلسة الثانية خلال شهرين التي تبحث بها هذه اللجنة تقسيم الأقصى بين اليهود والمسلمين بحسب مخططات تتدارسها وزارة الأديان الإسرائيلية. نائب وزير الأديان المنتمي لحزب البيت اليهودي المتطرف قال إن وزارته قدمت طلبا للحاخامية الكبرى لتصدر فتواها وتشرع إقامة الصلوات اليهودية فيما يسمونه بجبل الهيكل. نتنياهو يعرف، وأذرع المختلفة تعرف، ونائب وزير الأديان المنتمي إلى أحد الأحزاب المتطرفة في الائتلاف الحاكم يعرفون أنهم يقومون بعمل سيشعل حريق كبير إذا أقدموا على ذلك. كلام نائب وزير الأديان هو كلام خطير، يجب أن يدق نواقيس الخطر في كل مكان في العالم. ما حدث في الحرم الإبراهيمي لن يتكرر في الأقصى، هذا ما يجمع عليه النواب الفلسطينيون، لكن التعويل بحسبهم لن يكون على العمل البرلماني بقدر ما هو مرهون بقوة التحرك والتصدي الشعبية لهذه المخططات. جلسات لجنة الداخلية الصاخبة هذه ما هي إلا نموذجا لحالة الغليان السياسي المتصاعدة. بالنسبة لليمين الإسرائيلي يشكل الأقصى محورا رئيسيا لإشعال المنطقة، أما بالنسبة للفلسطينيين يشكل خطا أحمر أمام سياسات التهويد والاحتلال. هناء محميد من داخل مبنى الكنيسة في القدس المحتلة، الميادين. رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي قال إن اليمين الإسرائيلي يقود تعبئة إعلامية مبرمجة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. وفي نشرة سابقة للميادين قال إن الهدف من هذه الخطوة هو تقسيم أماكن ومواقيت الصلاة.
في هناك محاولة لزحف بطيء إعلامي، تحضير الرأي العام، فحص رد فعل العالم العربي والإسلامي على إمكانية تغيير الوضع القائم. في الأشهر الأخيرة في هناك أكثر اقتحامات، مش بس لمواطنين عاديين من اليهود، وإنما لنواب ووزراء إسرائيليين في المسجد الأقصى. ولذلك هذا الذي دفعنا إلى أن نتصدى بشدة